النهاردة هنستكمل باقي العوامل المؤثرة على الانبعاثات الغازية، وهنتكلم على الـ Prompt NOx Formations ميكانيزم، وهنتكلم على الـ Fuel NOx بسرعة جدا على هذه الأجزاء. فبنقول إنه الـ Prompt NOx Increase in Lead and Leach Frame في درجات الحرارة المنخفضة والدرجات الغنية في الالتهابات الضعيفة والالتهابات القوية. الـ Actual Formation of Prompt NOx involves complex series of reactions and many possible intermediate spices as for. يعني بتكون عندي مجموعة من التفاعلات والتكونات البينية بينها بسرعة جدا. لو أنا شفت تفاعل CH مع N2 بيديني HCN زائد N2، CH2 زائد N2 بيديني HCN زائد NH، حيث ال NCH وال N وال HN كان بي اوكسايدز. ممكن هذه بعد كده تتم عمليه تكسده بواسطه ذرات الاكسجين او بواسطه الاكسجين، وبتطلع لي ال NO اللي هي اكسيد النيتروجين عندنا، زي الميكانيزمات اللي موجوده قدامنا في المعادلات اللي موجوده قدامنا دي. يعني على سبيل المثال بنساوي ال NCH مع ال O بيتكون NCO و H، ال NCO مع ال H بيتكون NH ويطلع عندي اول اكسيد كربون، ال NH مع ال H بيديني N و H2، الجزيء بتاع النيتروجين مع ال OH بيتكون NO و H. برضو من هذه المعادلات بنقدر نوصل من الدراسات إلى معادلة تكون Rate of NOx Formations dNOx by dt عبارة عن F multiplied by KPR في N2O2 CA في Fuel Exponential minus EA over RT، حيث الـ F ده Correction Factor وبيعتمد على الـ Fuel Type وعلى الـ Equivalent Ratio. الـ KPR الـ Rate Coefficients اللي هو معدل التكون، الـ Oxygen Reaction A Order depend on experimental condition، يبقى ليه بيعتمد على ظروف التشغيل التجربه بتاعتنا، ال EA activation energy، وال R اللي هو universal gas constant، والتمبريتشر T. انا بقعد بهذه المعادله بقدر احصل على NOx rate formations او ال DNOx by DT. طبعا من التجارب ومن الحاجات المعملية بنجد أن الـ F اللي هو الـ Correction Factor بيعطى بهذه المعادلة، وزي ما قلنا بيعتمد على الـ Equivalent Ratio، بيعتمد على الـ Number of Carbon Atoms per Molecules. زي ما شفنا الـ N الـ Number of Carbon Atoms per Molecules for Hydrocarbon Fuel، والـ Phi الـ Equivalent Ratio. يعني for example for C2H4 Air Flame the rate coefficient KBR are calculated as follow. ده خاص بالإيثيلين، زي ما قلنا ان ده بيعتمد على ال KBR بيعطى من المعادلة دي، والبريشر عندي بيكون البريشر ووحداته SI unit. ان شاء الله نستكمل في المحاضرة القادمة باقي العوامل المؤثرة على الانبعاثات الغازية.